هنبدأ ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن 3 حشرات أو 4. هنتكلم عن صناعات الأنفاق، وهنتكلم على المن وعلى الباقي الدقيقي، وهنتكلم على العنكبوت الأحمر وإزاي نقاوم ال4 حشرات دول. طبعا زراعات الأسطح مش بعيدة المنال بالنسبة للحشرات، شأنها شأن الزراعات التقليدية اللي هي في الأراضي الزراعية. وعشان كده برغم ان احنا مغطيين اهوت، لكن برضو بيبقى فيه حشرات. ممكن الحشرة او المرض يجي لك من خلال الشتلات اللي انت جايبها من المشتل، ويمكن حشر صناعات الانفاق كان فيه بعض الشتلات مصابة بيه للأسف الشديد، بس كنا مضطرين نزع نزع نزرع نزرع نزرع. فعشان كده ظهرت اول اصابة حشرية ظهرت عندنا هنا كانت صناعات الأنفاق. صناعات الأنفاق دي هي حشرة صغيرة، بتيجي اليرقة بتاعة الحشرة بتمشي بين السطح العلوي للورقة أو السطح السفلي للورقة، بتتغذى على المادة الخضراء أو العصارة بتاعة النبات بين الطبقتين. وبالتالي أنا لما أجي أقاوم الحشرة دي سهل جدا، مش عشان هي جوه الورقة صعب مقاومتها. أولا الحشرة لو أنا تتبعت الخطوط بتاعتها هتبقى خطوط متعرجة كده بشكل عشوائي زي ما انتم شايفين كده. انا معايا طلبة على فكرة بشرح لهم. طبعا الحشرة انا ممكن اجي في اي جزء همشي مع نهاية النفق، ولو قطعت الورقة كده بالراحة وبسيبني ابرة اقدر اطلع اليرقة، بتبقى يرقة صغيرة خالص. يعني انا معايا ابرة دلوقتي هطلعها في اي نفق من الانفاق دي. مشيت في يعني مثلا هنا الحشرة هي هنا كده اخرها، هي واقفة هنا كده، لو انا فحت هنا كده بالراحة هطلع الحشرة، حشرة صغيرة خالص تمام. فالحشرة دي مش شأنها شأن البق الدقيقي، شأن المن والعنكبوت، هم كلهم بيتغذوا على الأثار النباتية. فطريقة مقاومة اللي هي المن والبق الدقيقي وصناعات الانفاق ان انا برش مبيد جهاز العنكبوت، برش مبيد اكاروس، مبيدات الاكاروسيه. المبيد الجهاز اللي انا ممكن استخدمه هنا، حد يجيب لي المبيد كده، كان في دينا هناك فين هناك هنا شوفي هنا كده كيس الاسمر في الاخر. هاتيه. طيب احنا بنستخدم طبعا، هي مش انا مش عاوز اعمل دعايه للمبيد، يعني هو ليه مسميات كتير تجاريه، لكن الاميدا كلوبرايد. الاميدا كلوبرايد ممكن استخدم 0.5 سم او 1 سم على اللتر. كمان هنا قبل ما استخدم المبيد لازم، لو انا عندي النبات ثمري ومثمر بالشكل ده يبقى اجمع الثمار الاول. اول حاجه اجمع الثمار، اي ثمار عندك ان شاء الله واحده شيلها وبعد كده هترش. ليه؟ لان لما تيجي تبص على المبيد، انا بستخدم مبيد ببص على حاجه اسمها البي اتش اي اللي هي فتره ما قبل الحصاد بالنسبه للمبيد. ففتره ما قبل الحصاد 8 ايام 8 ايام بالنسبه لهنا. اي فتره ما قبل الحصاد 8 ايام، طبعا هي مش هتيجي في الكاميرا يعني. 8 ايام 8 ايام معنى كده ان انا مش هاكل من النبات ده قبل 8 دقايق ما يعدي، عشان يكون المبيد اللي داخل هنا اتكسر. طب هجيب على تساؤل بعض الناس ان في زراعات الاصل هستخدمش مبيدات وان هي اورجانيك 100%. لا، انا قلت في فيديوهات قبل كده ان هي مش اورجانيك 100%، ممكن اقول 80%، لان احيانا بضطر ان انا استخدم مبيدات. بس هي الفكره انها مش زي الزراعات الأرضية إن أنا بستخدم مبيدات أو زراعات الصوب إن أنا بستخدم مبيدات بشكل مكثف. لا، هنا هترش رشة رشتين ثلاثة بالكتير. يمكن الخيار ده 5 جنيات لحد دلوقتي ما استخدمناش مبيدات إطلاقا، وأنا سايب الإصابة تظهر بالشكل ده. يعني كان ممكن مقاومتها بدر عن كده، ولكن سايبها عشان بس أصور فيديو زي ده تمام. طيب الحشرة دي اللي هي صناعات الأنفاق دي بقاومها ازاي؟ قلنا بالرش بالأميدا كلوبرايد، لأنه مبيد جهازي بيقاوم مثل هذه الحشرة. طبعا أي مبيد جهازي بقى، يعني أنا بس بضرب مثال بالأميدا كلوبرايد. طبعا لما أجي أرش النبات
فانا هرش كده يعني بالشكل ده كده اهو، وما عيدش تاني يعني، ما عيدش على نفس الصفحه تاني عشان الورقه ما اتحركش. تاني حاجه انه اما اجي ارش ما ارشش والشمس الدنيا حر يعني وقت الظهيره، ما ارش الرش دايما يا اما في الصباح الباكر يا اما في المساء، ويفضل في المساء الصباح الباكر او في المساء عشان ما يبقاش فيه شمس مع المبيد مادة كيميائية فهم تحرق الورق. طيب اول حاجة هنا يمكن ده رغم ان احنا لسه جانين ومن لسه اول امبارح، لكن هضطر اشيل برضو السمار ده قبل ما ارش، يعني هشيل السمار دي كده قبل ما ارش اهو. رغم ان دي صغيرة شوية بس هشيلها عشان برضه الرش وكده. النبات الاول عشان رشيته هو مش هجمع منه، فانا جمعت اهو يعني برغم ان انا جمعه لسه اول امبارح، بس برضو خدت اللي موجود فيه علشان ما يعرضش لي للرش، لان انا قلنا هنستهلك اول ما نبدا نستهلك من هنا تاني بعد 8 ايام من فتره البيت شهر. تمام. طيب دي واحده دي واحده خلي دي صغيرة اهو، دي عايز الكوسة هنا في كوسة برضو لسه يعني قدامها فترة مش مشكلة، فما اجي ارش حتى مش هجمعها دلوقتي. ادي في حشرة تانية بقى، هي حشرة المانة، تعالي تعالي شوفوها، دي حشرة المانة اهي، ده على السطح السفلي للورقة شوف عاملة ازاي. طبعا الحشرة دي ممكن تلاقيها لونها ابيض، وعلى فكرة في جسد في نطاطات اوراق اهيت تقريبا المن دي المن دي من دي من حشرة المنة، لا دي جسد، دي اللي هي دي ده الصغيرة اللي بتمشي دي والتربسات وكده. تمام. التربس اي مبيد حشري هيموته بالملامسة هيموته، التربس برضو بيتغذى على العصارة، فمبيد جهازي افضل. تمام. يعني هنا الحكاية غنية شوية، فانا عندي تربس كمان اهو، وعندي حشرة المان. حشرة المان هي وحشرة البق الدقيق اللي هتشوفها هناك على البدنجان هنا دلوقتي كمان شوية. الحشرة دي بتمتص العصارة النباتية، وبعدين الإخراج بتاعها بيبقى وحج، هي بتشرب عصير، ما هي عصارة عصير، عصير نباتي يعني، فالإخراج بتاعها عبارة عن إيه؟ ندوة عسلية. تمام؟ الإخراج بتاعها عسلي وليه طعم العسل يعني حلو المذاق. فطبعا عشان حلو المذاق بيكون ندوة عسلية، الندوة العسلية ديت حلوة المذاق دي، بيبدأ المن ده بيبقى في البداية لونه أخضر أو أبيض، بعد كده يسود اللي هو لون المادة العسلية، ياخد لون أسود، بعدين ساعات بيبقى مفرد زي كده، وبعد كده يعمل تجمعات. ده السطح السفلي وده السطح العلوي، يعني أسود أهوت، قرب كده منه أهو، قرب منه كده. تمام. في حشرة هو بقى بيبدأ يجيب حشرات تانية. المن لما يفرز مادة عسلية أول حشرة بتيجي اللي هي حشرة النمل عشان تتغذى على النمل على المادة العسلية. الحاجة التانية أنا عاوز أوريكم حاجة دلوقتي على الثمرة شفتها دلوقتي. الحاجة التانية النمل ده لما بيتغذى على المادة العسلية فهو بيحب يقول ليه للمن أو للبق الدقيق شكرا. فشكرا دي بيقدمها ازاي؟ بيقدمها في صورة ان هو بيدافع عن الحشرة دي ضد اي عدو اخر. فهنا في حاجة اسمها الدعسوقة في دول الخليج، او عندنا هنا حشرة ابو العيد 11 نقطة،
ابو العيد 11 نقطه بيتغذى على الايه، على المن، وبيتغذى على الباق الدقيق. فلما يجي حشره ابو العيد تتغذى على المن، النمل بيهاجم حشره ابو العيد، فهي معيشه تكافليه بين الاثنين. عشان كده انت وانت في البيت في النباتات المنزليه احيانا تلاقي نمل في الاصريه، انت مش عارف جاي منين، فتش في الورق هتلاقي فيه من، وهتلاقي المن اصابه متقدمه، يعني فيه ماده عسليه اتكونت، عشان كده النمل ايه، النمل جه. كمان المن لا يصيب الاوراق بس، بيصيب الثمار كمان. يعني هنا لما لو انا قطعت دي، ركز هنا كده، شايفين المن فين اهو، الورده دي الزهره دي المفروض صفراء زي دي كده، يعني دي مش مصابه. شايفين الفرق هنا، الثمره بتلمع يعني فيها لمعه وصحيه وزي الفل وزهرتها صفراء، هنا الزهره خلاص جفت، لان النمل النم المن سوري المن امتص العصاره اللي موجوده حتى في الثمره، فجففها خلاها جافه، يعني شيء اكثر بتعمل صوت ازاي، تمام، فجففها. وبعدين بص بتلزق، يعني انا بعمل كده اهوت بتلزق، شايفين النطره دي اهي بتلزق كده في دي، فدي الماده العسليه، تمام. طبعا هنرش الكلام ده دلوقتي، ادي المن. تعالوا بقى بصوا كده، العرض ده مش ناقص عناصر، العرض ده اهو مش ناقص عناصر، ده عنكبوت، حشر عنكبوت الاحمر بيقعد ينقرش في الورقه ويمتص العصاره بتاعتها، وتظهر الورقه بالشكل ده كانها عندها نقص عناصر، عنصر النيتروجين تحديدا بيبقى بالشكل ده، بيجي من اسفل لاعلى كده، يبقى خاصه في الاوراق السفليه، تمام. فهنا ده برضو اللي هو حشره العنكبوت، احيانا بنلاقي زي نقط سمرة كده اهو، دي اصابه من برضه اهيت موجوده في الورقه اللي تحت هنا، تمام. اذا هم كلهم بيتفقوا في انهم بيخلوا الورقه تجف. طبعا دي المن دي اصابه مزدوجه عند من، وعندي ايه، صناعات انفاق، وعندي صناعات انفاق، تمام. ولقينا شفنا بعينينا التريبس شفناها هنا برضو، فاذا هي كتير الحشرات ده مقاومته. طبعا احنا بنعمل ايه في البدايه، عشان برضو احنا بحب ان دايما المقاومه يبقى وقايه ثم مقاومه ثم مكافحه. وقايه يعني هجيب يعني وقايه يعني ايه، بتحاشى ان يحصل فيه اصابه سواء كان بمرض او فيض او حشره. التحاشي ده الوقايه بتيجي ازاي، ان انا بجيب الشتلات بتاعتي من مصدر موثوق منه، مشتل يكون مشتل كويس ومعروف ان هو بيتبع تعليمات الجوده وماشي بالجوده وزي الفل. طبعا احنا ما عندناش الكلام ده، تمام، عشان بس نبقى متفقين. الحاجه الثانيه الصح ان انا اعمل تشتيل عندي، اجيب البذره داخل الصوبه بتاعتي، بجهز مكان بسميه الحضانه او المشتل الصغير واشتل فيه، يبقى انا ضامن بذرتي وضامن البيئه اللي انا بشتل فيها، ودي حاجه للسطح وداخل السطح وداخل الايه، المحميه او الصوبه بتاعتي. الحاجه الثالثه ان انا برش كبريت ميكروني عشان اخلي الوسط حميدي على النبات وحوالين النبات حتى في التربه، وبالتالي الوسط الحميدي ده بيمنع نمو اي فطر من الفطريات او اي اصابه فطريه عامه، يعني سواء كان بياض زغبي او بياض دقيق او كده، او عفن جذور او كده، تمام. عفان الجذور هنتكلم عليها لوحدها، بنبقى ازاي نستخدم لها اللي هي المبيدات بتاعه العفان. طيب انا خلصت الايه، الوقايه. طب المقاومه، المقاومه تختلف عن المكافحه. مقاومه يعني النبات نفسه هو اللي ايه، اللي يقاوم، ودي طبعا هوصل لها ازاي، ان انا بجيب اصناف مقاومه للامراض والحشرات موجوده او موجوده، لان كل صنف انت بتشتريه على الكيس بتاعه او الباكت بتاعه بيبقى مكتوب مواصفات الصنف ده ايه، مقاوم لمرض ايه او مقاوم للحشرة ايه، تمام، وانتاجه قد ايه وبيتزرع امتى وبيقعد قد ايه في الارض وبيدي انتاج بعد قد ايه، كل ده بيبقى موجود في التعليمات اللي بتبقى موجوده او البروشور اللي هو موجود مطبوع على الباكت بتاع البذور، تمام. ايه المكافحه بقى، المكافحه هي اللي انا بقوم بيها، يا اما اعمل مكافحه طبيعيه يا حيويه، يعني ميكانيكيه، مكافحه ميكانيكيه، يا اما مكافحه حيويه يا اما مكافحه كيماويه او انتجريتد بقى، يعني مكافحه متكامله، تمام. بيسموها الايه، ها عارفين، ها المكافحه، المكافحه المتكامله،
بيسموها اي بي ام، ماشي كده؟ اي بي ام طيب الانتجريتد بيست مانجمنت. المكافحه المتكامله يعني بستخدم كل دول مع بعض، وده بنعمله في زراعه الاصلاح على فكره بشكل تلقائي، ان انا وانا ماشي طبعا دلوقتي هنشوف، هنجيب مقص هنقص كل الاوراق المصابه، بناخدها من تحت كده كل الاوراق المصابه. طب افرض النبات كله مصاب، بص يا جماعه دايما النموات الجديده ما تبقاش مصاب في البدايه، بس ده عشان نساب في فين المن وصل فين، فطبعا لما يترش هيروح تمام. وهقولك يبقى اول حاجه ان انا بزيل الاوراق المصابه، سواء كانت مصابه اصابه فطريه او حشريه، يبقى انا هزيلها خاصه لو كانت اصابه جديده زي دي كده، يبقى بزيل الاوراق دي كلها. هتاثر على الانتاج؟ لا ما تخافش، لان احنا دايما الانتاج الخيار وانت طالع كده بيدي نموات جديده بيدي انتاج جديد، ماشي كده؟ طيب ايه تاني؟ يبقى دي اول حاجه هزيل الاوراق المصابه اللي عندي، دي ادي المكافحه. تاني حاجه استخدم مكافحه حيويه، لو عندي محميه بالشكل ده انا ممكن استخدم الاعداد الطبيعيه، بس الاعداد الطبيعيه بتكون افضل لو ان المساحه ايه؟ كبير. المساحه كبيره تمام؟ طيب لو لقيت اعداد طبيعيه موجوده، وده اللي اقدر نقول عليه يعني زي حشر اسمها ايه ابو العيد والحاجات ديت، واسمه فرس النبي اسيبه، لان فرس النبي برضو بتغذى على الحشرات دي برضو تمام، اسيب اللي هي فرس النبي او اسيب البتاع دي. طيب المكافحه بقى، المكافحه ان انا هكافح حرش، يبقى يدوي ان انا هزيل الحاجات ديت، حيوي ان انا هسيب الكائنات الحيه اللي هي الاعداد الطبيعيه، كيماوي هبدا ارش مبيدات بس بحساب وابقى عارف البي اتش اي بتاع كل مبيد قد ايه، ابقى عارف المبيد المناسب للحشرات، بعرف نوع الحشره، هل الحشره دي ذو فم ثاقب مص ولا حشره قارضه زي الدوده الارضه كده انها بتقرض الورق، وده هيبان تلاقي الورقه مخرمه خروم واسعه او متاكله من الاحرف كده، فدي دوده يبقى ده مبيد بالملامسه، هرش مبيد يلامس الحشره خلاص. طب لو فم ثاقب ماس مص زي المن وزي الباقي الدقيق وزي اللي احنا قلنا عليهم التربس والعنكبوت والحاجات ديت، يبقى رش مبيد جهازي. يعني ايه مبيد جهازي؟ يعني مبيد هيدخل جوه العصاره بتاعت النبات تمام، وبعدين الحشره تيجي تمص العصاره هتمص معاها مين؟ المبيد، فهتموت مع السلامه تمام. ادي الايه الحشره، اتكلمنا دلوقتي على التربس برضو من ضمن العنكبوت الاحمر، واتكلمنا على المن، فاضل حشره مين؟ الباقي دي هنشوفها مع بعض، خليك شغال بالفيديو وتعالى ورايا. طبعا احنا هنرش دلوقتي ونزيل الورق ده تمام، هنزيل الورق ده كده، طبعا هنجيب مقص دلوقتي ونزيل بيه، المقص لازم يكون متعقم وبتاع برضو، والمفروض ما بعد كل نبات يبقى معايا كحول احط المقص فيه بعد كل نبات عشان ما نقلش من، افرض فيه مرض فيروسي من هنا، لان الحشرات الثاقبه المصه بتنقل الامراض الفيروسيه. وعلى فكره من ضمن الحشرات الثاقبه المصه برضو اللي هي مش ظاهره هنا دلوقتي، اللي هي الذبابه البيضاء. الذبابه البيضاء برضو يعني اميدا كلوبرايد فيرتيميك يضيعها يعني. تعال نشوف بقى كده مع بعض الحشره الباء. تعالى انت ورايا انت، لا انت قابليني من هنا، قابليني هنا بس. النبات ده انا سبته بالشكل ده ماشي علشان تشوفوا قد ايه الحشره ديت مفتريه، مفتريه جامد جدا جدا يعني. الحشره دي ذو فم ثاقب ماس، اسمها ايه؟ اسمها حشره البق الدقيق، انا عامل عليها فيديو خاص بيها وازاي اكافحها هناك في المن والحاجات اللي اتكلمنا عليها في الخيار هناك. طبعا انا من ضمن الحاجات الرش بقى الطبيعي الصابون البوتاس الزراعي، طب ما عندوش صابون بوتاس زراعي؟ طبعا ده بيجي من عند الجماعه بتوع المبيدات طيب ما عنديش، بجيب الصابون الغسيل 1 سنتي 3 سنتي على اللتر، يعني حاجة بسيطة خالص 3 سم على من 1 ل 3 سم، ابدأ خفيف أحسن عشان برضو لو في أزهار ولا حاجة ما تحرقهاش، يعني 1 سم 2 سم على اللتر كويس أوي، ورش برشاشة زي اللي كانت في دينا بضغط شديد ماشي، فهيقوم يوقع مين؟
يوقع الحشرة دي. هاتي لي الرشاشة معلش محمد، هات البخاخة اللي عندك عند الخيار. ايوه هاتها، انا هوريكم دلوقتي ازاي استخدم الرشاشة. طبعا لازم اطخ جامد، فالضخ الجامد هيوقع لي مين الحشرة، لو وقعت هنا رش الأرضية كمان خفيف كده تمام. الحشرة دي عشان تثاقبها مصة، أولا هنا قضت على الأزهار خالص. قرب بقى شوف كده، هات كده الأول ده في أميدا كلوبرايد ماشي. بصوا كده هعمل أهو ضغط شديد أهو كده بيوقع الحشرة. طب ما وقعتش، هو أصلا هيموت بالصابون، أنا بتكلم على الصابون. الصابون لازم أضغط ضغط إيه، ضغط جامد. طيب هي دي مصابة بالبق من غير ما اشوفها او من. طب ليه شايفين الورقة مبرومة ازاي بالرغم ان في التربة رطبة مبرومة اهي. البرمة دي معناها ان عارفين حد بيمص في دم النبات بيمص العصارة وبعدين على الطبقة السفلية، يعني المص لما تمص العصارة تمتص العصارة من هنا من تحت، فالورقة اما تمتص العصارة من تحت الورقة بتروح عاملة زي كده، يبقى يعني بتمص العصاره من جوه من هنا، فالورقه تنتاني كده اهو زي دي كده زي دي كده. طبعا كان في اصابه هنا هتبين هنا قوي تمام. في ذباب بيضاء على فكره، مصه برضو في حاجه كمان بتعملها الحشرة، بتقعد تمص في اللي هنا عشان تعمل ايه، تتنيها التانية دي وتتعذر جواها تمام. تعالوا بص هنا كده شايفين الورقة متنية نفس التانية اللي هناك اهي ماشي. ادي الحشرة البق، حشرة البق دي كل ده لازم اترش. ليه الورق ممكن ينتني؟ طب انا ممكن اقلب وما الاقيش حشرة ليه؟ يبقى في الحالة دي نقلت ايه، مرض فيروسي اللي هو تبركش الاوراق ده او الموزايك تمام. بصوا كده بقى الحشره اهي، الحشره دي بص يا ابراهيم، الحشره تجمعات بيضه اهي، كل واحده منهم اهي دي الحشره. هي مش بيضه على فكره، هي لونها سمني او رمادي، بس اللي سموها البق الدقيق تفرض ماده دقيقيه كده عليها اهي اهي. هتشوفوا لون الحشره الحقيقي لونه رمادي، هي بتمشي على ايدها على فكره بتتحرك اهي ماشي شايفينها. تعالي قربي يا رباب يا رنا اهي، بصوا كده اتحرك على ايدي اهي، شايفه ماشي ماشي على صباعي اهي. دي حشره البق. اما الحشره اسفنجيه تك عليها كده طريه ماشي، طريه اضغط عليها هتموت طبعا ماشي. طيب اقاومها ازاي دي بقى، اقاومها ازاي يدوي؟ لو الإصابة خفيفة كام نبات، فأجيب حتة قطنة وبلها كحول وبعدين أقعد أمسح بيها كده. الفرشة بتاعت الميك اب ماشي، فرشة رفيعة أحطها في الكحول وأقعد أوقع الحشرة أنضف المكان من عليها تمام. طيب إصابة جديدة بقى حاجة زي كده مثلا وكام نبات، يبقى أستخدم مبيد. طب قبل المبيد مش عايز أستخدم مبيد، صابون بوتاس زراعي أو صابون الغسيل 2 سم على اللتر، وأبدأ إيه أرش بضغط جامد فهو ما وقعش تمام. الحشرة دي ريزلة جدا جدا جدا، ممكن تقضي على نبات في خلال اسبوع. اهو شوف عاملة في النبات ازاي، عشان انا سبته بس عشان المقاومة، عاملة فيه ازاي اهو. وبعدين شوف الازهار نشفت، نشفت الزهرة وبعدين بتمتص من الورقة وتمتص من الساق. بص هنا كده واقفة على الساق هنا على الساق، يبقى تمتص الورقة وتمتص منين؟ تمتص من الساق تمام. بص وراكي كده هتلاقي في عندك إصابة على البدنجان، طلعها لي جنبك يا عندك فقعتيها، شوفيها سيبيها بس عشان هو يجي يصورها. هتلاقي عندك إصابة أنا شايف ده ممكن هو بس صغير صغيرة. هي على فكرة في منها تلاقي، ايوه هي دي، ايوه هي دي، ايوه هي دي، دي منها حريات. هي ثلاث مراحل، البيض والحرية والحشرة الكاملة اللي انتوا شايفينها دي. لف كده يا ابراهيم بقى صورها، لف كده على الباذنجان.
بس الفرق بقى هنا كده يا ابراهيم، النبات اللي مش مصاب عامل ازاي؟ نبات كتير وفيه الانتاج بتاعه حلو عادي خالص مفيش مشكله، اهو مفيش اصابه، في انتاج بتاعه زي الفل اهو. انما المصاب هتلاقي حتى لو في انتاج هتلاقي القرن صغير قوي. تمام. بص في عندك اصابه في البدنجان، استنى حاجه فينا. عندك هنا؟ ايوه اهي واقفه على الورقه اهي اهي، وهنا اهي فكل ده اه. بص هنا بقى اللي ايوه هي دي بقى اللي بقول عليها، شايفين الاصابه شديده ازاي؟ شايفين عملت في الزهره ايه؟ شايف الزهره؟ شايف الزهره عملت ازاي؟ برضه برش اميدا كلوبرايت مبيد جهازي، اي مبيد جهازي ارش على الحشره دي، برضه بتعمل ندوه عسليه لزق في الايد كده في اصلا باين اه. اي ندوه شايفين ندوه؟ ركز على ابراهيم اي ما اي اي شايفها اهي؟ ايوه من عسل اهو. هات كده بطلت كده خلاص. طيب في النهايه طبعا احنا طبعا زي ما وعدتكم اي خطوه هنعملها على السطح هصورها لكم وهنزلها لكم على القناه ان شاء الله عشان تبقوا متابعين معانا. النهارده هنعمل توصيل المواتير، هنصور برضو احنا بنوصل المواتير دلوقتي، وبنعمل توصيلات المية للداتش باكت ان شاء الله هنصورها وننزلها لحضراتكم يعني. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.